يا دقري يلا يلا اجري يلا اجري 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 بالله عليك اجري بالله عليك. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده هيكون عن لعبه جديده اول مره نلعبها، هي لسه ما نزلتش بس نزل النسخه التجريبيه منها اللي هي لعبه برامبل. اللعبه دي شبيهه للعبه اللي هي بتاعت ليتل نايت ميرز او الكوابيس الصغيره، في ناس كتير عارفاها، هي نفس الفكره بس دي النسخه الجديده منها وجرافيك احسن وحاجات احسن، فاحنا هنجربها. فقبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك جميل وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول، ويلا بينا نبدا. طبعا اللعبه بدات زي ما انتم شايفين، تقول لي نيو جيم. بصراحه الميوزك جامده، اللوجو بتاع اللعبه جميل. ثواني بس. وطبعا زي ما انتم شايفين، ايه ده الجمدان ده؟ حلو حلو المزيكا، حلو قوي كمان، ما شاء الله. اللهم لا حسد قوة عز رب الفلق. ايه الجرافيك ده؟ طبعا انتوا مش هتحسوا بالموضوع ده لو انتوا بتتفرجوا من على الموبايل، هتحسوا بيه لو بتتفرجوا من على كمبيوتر وتخلوا الريزوليوشن اعلى ريزوليوشن. يعني انا بتفرج عليها اعلى من الريزوليوشن اللي انتوا هتشوفوه بيها كمان. هو ايه المفروض ان انا اللي عرفته ان ده ايوه بيقوم كده، انا سمعت اول حته من اللعبه في التريلر بتاعها. Allah was comforted by the morning sun. He had survived the night. عدي. Just barely. هي نفس الفكره بالظبط، يعني نفس الحركه. بس ثواني عشان دي مش بتلعب الماوس اعتقد. لا ثواني بقى، اللعبه دي جميله كده فايه لازم نلعبها بالكنترولر. ايوه كده الكنترولر اشتغل، يلا بينا. نفس اعتقد ايه جامب. اوكي نفس ليتل نايت ميرس بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الصوت ده جميل قوي. بص الغزلان، بصوا العصافير العصافير العصافير. طارت خافت مني. لا بس الجرافيك احييهم على الجرافيك بجد. طب المفروض ان انا اروح فين؟ اروح للبتاع ده؟ ايه ده؟ ايوه يعني هعمل ايه يعني؟ هركب معاه. يلا بينا يا صاحبي، نروح فين طيب؟ يا عيني على الجوده، يا عيني ايه الجمال ده؟ الجمال والحلاوه دي، تحس ان فعلا دي مش لعبه، ده حقيقي. بص الوحش ده، بص الوحش ده. الو استنى استنى، بص بص صحيت ايه بقى؟ المفروض ان انا هخلي ال البتاع ده كده يقرب 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 منه كده عشان يعطس. ايوه حبيبي شكله حلو والله، هيساعدنا كمان والله. محترم محترم اخويا اخويا السالك. شكرا يا حجيره حبيبي. ايه هنروح في ايه؟ ايه ده تزعلت ليه يا حبيبي؟ تزعلت ليه يا بابا؟ عايز يروح لابوه. ماشي بقى السنافر كده شكله حلو قوي. نروح فين بقى؟ ماذا بعد يعني؟ ايوه ماذا بعد كده؟ ابوك فين؟ اهو يلا يا زميلي روح لابوك. عبد الله على السلام. شكله حلو قوي الزعبوط اللي هو لابسه ده. سلام سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي. ابا ليه كده بقى؟ قال لا ده انت بترقص، ده انا فاكرك اتخضينا، انت تعبيط ولا ايه؟ اوبا وبدانا نخش في حتت وحشه. امسك البتاع ده. لا 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 المفروض اجي كده وارجع وهوب. ولا يا ابن اللعيبه. اجري يا سنوب اجري يا سنوب اجري يا سنوب. هوب هوب هوب. امسك 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 امسك. لف لف لف. ايوه لف لف شبه ليتل نايت ميرز كده يا بوت انت. نط يا ابن اللعيبه. ما بحبش اخش اماكن ضلمه معلش، انا حاجتين بخاف منها. ما بخافش من حاجه، انت عبيط ولا ايه؟ طب ايه يا عم؟ يا عم انت طاري يا بابا. بابا ايه ده ايه ده في ايه؟ مش فاهم، ده شيطان يعني؟ شيطان ودول عبيد ولا مش فاهم؟ اجري اجري يا عم اجري يا عم، المنطقة دي ملبوسة شكلها. طلع انا ده انت مشكلة. تاني ام الاغنية؟ يلا واحد اثنين ثلاثة يا تلع اربعة يا عيد يا عيد. احتراف ده احتراف. خد بالك خد بالك. يا عم لا 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 استنى 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 استنى. البتاع بيتهز بسرعه البتاع بيتهز بسرعه. لا 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 ل
الكنترولر بيتهز جامد قوي. يا لايك استنى لايك لايك استنى استنى اطلع يلا اطلع يلا. لا لا بالله عليك بالله عليك بالله عليك روح روح صاحبي 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 انت بتعرف في ايه يا دجري يلا يلا اجري يلا اجري 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 بالله عليك اجري بالله عليك ايوه ايوه اجري 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 جاي ورانا جاي ورانا انا سامع صوت انا سامع صوت لسه انا سامع صوت يا ابني عدي وقفت ليه يخرب بيتك وبالسنين اطلع 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 ما تقفش تاكل لك حشره قد الحشره فجري لو مسكك في ايه في ايه في ايه اه المفروض ان انا اجري ده هو بيضرب بيضرب بيه بيضرب بالصوت ايوه ايوه اجري ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا نهار ابيض الصخر الصخر الصخره يا جاموس الصخره يا جاموس سوري سوري دي فاتتني انا ما خدتش بالي من الصخر سوري ايوه يا بنت اللعيبه يا بنت اللعيبه استوي اخيرا صوت بقى اللي يابا 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 الله يا ابن بيوريك اوبشن جديد ان انت تخفف العشب يلا بينا نور لنا النور كده نور لنا النور ربنا ينور دنيتك دنيا واخره اكس ايه ده كده ايوه دي واحده ماشي ماشي انا اتخيل ان انا فهمت بعدين هي بقى الموسيقى بدات تسيطر على الناس شايف حصلت ايه كده وبعدين يا نهار ابيض دي ماتت وبعدين حد خدها الحب بتاعها حبيبها خدها ومش عارف ادها فين وهي بقى طلعت وشايف ايه كده هي بدات تعمل حاجه عشان الناس تنتقم من الناس بالموسيقى او حاجه زي كده مش موضوعنا يا عم عديها يعني انت لازم تستفسر احب انا النور كده والخضره دي طلعنا طيار ميه في يلا يا بنت يا ده انت حرمه سعرانه روح يا صاحبي روح يا صاحبي روح يا صاحبي حضا شمال حضا يمين ده مؤاخذه من عيب تقني مني انا اسف انا اسف ايوه روح هنا ايوه 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 حضا قدام ايوه في النص في النص يس يلا يلا يا بنت انهار ابيض ليه بقى كده بقى ليه بتشوقونا بقى كده بقى الشغل اللي مش حلو ده بقى على العموم هي دي اللعبه هتنزل قريب ان شاء الله اول ما اللعبه الاصليه ان شاء الله تنزل هقول لكم ونلعبها اكيد يعني فما تنساش بقى تعمل لايك عشان تحمسني وتكون متحمس اعرف انت متحمس ولا لا للعبه الجديده فما تنساش تعمل لايك زي ما قلت لك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات كان معاك احمد ابو سنوبي اشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا سلام Man, I've been fearless, I let him feel this You know, it's been no cap when I killed This, I'm better hit him with the rest, let him hear this Where this war tour better be a field